have Vivastat? There is none. After this dose, we'll give Vivastat. كل بين فترة وفترة دق على العناية المركزة، تشيك على مريض اليوم، شوفه زين مو زين، أموره زينة مستقر، منها متابعة أساس ما تتأخر، ومنها أنت هم تنظم جدولك. إذا المريض مو زين تدري إن أنت ما تقدر تسوي شيء، لابد إنه ترجع مرة ثانية للمستشفى. نبدي توكل على الله. الله يحفظك. خير. ها؟ هاي مو صورة، مو فيها فيديو. فيديو. العادة نحاول نمر على المريض قبل العملية وقبل لا يروح البيت. تعطي الارشادات الاخيره. So my lady is going home. يلا الحمد لله. Can we see her? هذه اللي تكلمنا عنها الحلقه اللي فاتت. الحمد لله الله سهل واليوم راح تروح البيت باذن الله. قاعدة تمشي. واحد من أهم الأشياء اللي الواحد يسويها عقب العملية أنه يعود إلى نشاطه الطبيعي، يتحرك، يتنفس. كل هذه الأمور مهمة بعد عملية جراحة القلب، لتفادي جلطات في الساقين، لتفادي جلطات في الرئة ومشاكل أخرى بالتنفس. اليوم حالتنا عندنا زراعة شرايين، فإحنا عادة اللي نسويه هو جسور. بعض الناس تعتقد ان احنا نحط شرايين جديده لكل القلب، وهذا كلام غير صحيح. اللي احنا نسويه هو فقط جسر من قبل الانسداد الى ما بعد الانسداد. البعض ايضا يعتقد ان احنا نشيل القلب من مكانه ونشتغل عليه، ايضا هذا الكلام غير صحيح. القلب يظل بمكانه. الشرايين التاجيه مالت القلب شكلها شكل عروق الايد، تنشاف من برا. فأنا إذا جيت أسوي زراعة، على فرض أسوي فتحة هني وأسوي فتحة هني وأوصل الجسر، جسر خارجي ما يكون جسر داخلي. فإحنا ما نفتح القلب، ما نشيل القلب من مكانه، فقط نفتح على سطح القلب فتحات على الشرايين الخارجية لإجراء جسور لإعادة ضخ الدم إلى المناطق اللي ما قاعد يوصلها دم، فقط لا غير. هذا هو الهدف من عملية زراعة الشرايين. والله الله يستر ان شاء الله، الله يسهل. اليوم لا، الحمد لله حالة اليوم كانت زينة، غير أن عنده نوع من التضخم بالقلب نتيجة ارتفاع ضغط الدم المزمن. المريض ما كان يدري أن عنده ارتفاع ضغط الدم، ما كان يأخذ عنده أدوية، فصار عنده تضخم. ليش صار عنده تضخم؟ لأن القلب يحتاج أنه يضخ ضد ضغط دم مرتفع، فيصير كنا عضلة تمرنها تنتفخ تكبر. نفس الشيء عضلة القلب، بس حق عضلة القلب هذا شيء مو زين. ليش؟ لأن معناته أنه راح يحتاج كمية من الدم أكبر، يحتاج كمية من الأكسجين أكبر، المجهود اللي يبذله أكبر. فإحنا لابد أن إحنا نريح عضلة القلب قدر المستطاع.
فننزل الضغط إلى المستويات الطبيعية. هذه مشكلته الرئيسية. قوة عضلة القلب كانت جيدة، عمر المريض ما هو كبير، ما عنده مشاكل صحية كثيرة، فالخطورة الوحيدة كانت تضخم في عضلة القلب نتيجة ارتفاع ضغط الدم، وكون على مسيلات للدم تجعل عرضة للنزيف. ولكن الحمد لله عطيناه بعض الأدوية المجلطة المساعدة على التجلط، وهذا الشيء راح يمنع حدوث النزيف. توني اتصلت عليهم ويقولون ما عنده أي نزيف ووضعه مستقر، ووقفوا عنا البنج، فخلال نص ساعة راح يبدأ يصحى وإن شاء الله يشيلون عنا جهاز التنفس. Incredible.